أهلا بكم. دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رفع إنتاجية زراعة القمح محليا، وذلك لضمان تعزيز الأمن الغذائي للبلد الذي ينفق سنويا 2,800,000,000 دولار لتغطية وارداته من الحبوب الذهبية. يأتي ذلك في وقت تتطلع فيه ثاني أكبر دولة عربية مستوردة للقمح إلى تعزيز حجم إنتاجه المحلي الذي يلبي حاليا 28% فقط من مجمل استهلاكها. الأراضي الخصبة والصالحة للفلاحة متوفرة، وكذلك مصادر المياه المتدفقة، أما الأموال اللازمة للتنفيذ فلا تعجز عن توفيرها الدولة العضو في منظمة أوبك. بقيت الإرادة السياسية الكفيلة بتغيير واقع منظومة الأمن الغذائي في الجزائر ثاني أكبر دولة عربية مستوردة للقمح بعد مصر، وهو الأمر الذي بدأت تتجلى معالمه أخيرا من خلال دعوة الرئيس عبد المجيد تبون إلى ضرورة الارتقاء بإنتاجية زراعة هذه الحبوب الذهبية. الجزائر التي تخوض إصلاحات في غير مضمار اقتصادي لم تركن إلى حصولها على القمح الروسي بأسعار جاذبة مقارنة بنظيره الفرنسي، إذ أكد رئيس البلاد أنها يجب أن تكون مستقلة بشكل حقيقي. الحبوب هي الأساس، أولا تقلها في ميزانية الدولة معروف، ثانيا رانا ماشيين إذا تواصلت الأحداث مثل ما هي اليوم في أوروبا وفي غير أوروبا إلى ندرة الحبوب. تبون دعا خلال مخاطبته حضور الجلسات الوطنية للفلاحة، دعا إلى رفع إنتاجية زراعة القمح في بلاده بواقع الضعف، فمقدور التخطيط والتكنولوجيا أن يزيد من مخرجات الفدان الواحد إلى 3 أطنان بدلا من 2، خطوة إن تحققت فستكون سبيلا للتحرر من الواردات السنوية البالغة 9 ملايين طن بحسب الرئيس الجزائري، الذي تعهد ببلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025. إذا كنت تحوس يعني تدافع عن المستضعفين وعلى الدول المستضعفة وتقول كلمة الحق وانت قابضينك بالتغذية نتاعك. البلد الذي أنتج العام الماضي 3,300,000 طن من القمح، أي ما يمثل 28% فقط من مجمل استهلاكه المحلي، لا ترضيه هذه المعادلة، ليس فقط لأنه دفع 2,800,000,000 دولار لاستيراد النسبة المتبقية، بل أيضا لأنه لا يريد أن يكون تحت رحمة أسواق السلع ذات المزاج المتقلب. الجزائر التي تمتلك احتياطيا نقديا يربو على 55 مليار دولار، تريد استثمار فوائض تصدير النفط والغاز في قطاعات ذات طبيعة مستدامة، فهي اليوم تطرق أبواب تطوير الصناعة والسياحة والزراعة لتقدم نموذجا أكثر تنوعا وصلابة وقدرة على مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي. وللحديث أكثر عن رفع إنتاجية زراعة القمح في الجزائر معنا السيد عبد الرحمن هادف، مستشار التنمية الاقتصادية والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة لولاية المنتية. أهلا بك. يعني بداية، إلى أي درجة يمكن ترجمة توجيهات الرئيس تبون بمضاعفة إنتاجية القمح في الجزائر، وما هي الأدوات اللازمة لإنجاح هذه التوجيهات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول انه يعني حضور السيد رئيس في هذه الجلسات هو دلالة على الأهمية ويعني الأولوية اللي يوليها إلى هذا القطاع وهو قطاع الفلاحي، وبالتالي اليوم الجزائر ماضية في جعل الأمن الغذائي من أولوياتها، وبالتالي العمل على وضع استراتيجية جديدة
تنمية القطاع الفلاحي، مما يمكن إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض الشعب اللي أصبحت استراتيجية كشعبة الحبوب أو شعبة اللحوم وشعبة الحليب، وبالتالي فيه يعني عمل اليوم يعني في إصلاح كل المنظومة يعني اللي راح تسمح بعصرنة القطاع الفلاحي للرفع من الإنتاجية. نذكر على سبيل المثال يعني شعبة الحبوب اللي لا تزال يعني الإنتاجية لا ترقى إلى يعني نعم التطلعات اللي سطرتها الحكومة، وبالتالي فيه ضرورة أنه نذهب إلى إنتاجية أكثر في حدود 35 أمتار في الهكتار، مما راح يسمح ب يعني تغطية كل حاجيات الجزائر. وفي نفس الوقت يجب أيضا يعني الرفع من المساحة المخصصة لهذه الشعبة في حدود يعني 3 مليون هكتار اللي راح تخصص لشعبة نعم الحبوب. طيب سيد عبد الرحمن، يعني رغم وفرة المياه والأراضي والمستلزمات الأخرى، ما الذي دفع الجزائر للاستهانة بزراعة القمح طيلة العقود الماضية؟ يعني من الجانب الاستراتيجي وهو النموذج التنموي اللي كانت يعني ترتكز عليه الجزائر، وهو نموذج ريعي يعني استغلال الأموال الآتية من قطاع المحروقات في تمويل كل يعني حاجيات الدولة. ولكن اليوم فيه يعني نية وفي إرادة سياسية إلى إعادة وإصلاح النموذج التنموي وتحول في الاقتصاد من خلال يعني نموذج متنوع ومستدام. وبالتالي اليوم فيه ضرورة الإصلاح يعني حوكمة قطاع الفلاحة اللي كان عرف وشهد يعني ممارسات لا ترقى يعني لقطاع استراتيجي مثل هذا. وفي نفس الوقت يعني كان يعني هيمنة قطاع التجارة وخاصة التجارة الخارجية من الاستيراد، لأنه فيه كان فيه الأموال وكان فيه يعني نعم سهولة لاقتناء هذه المواد. ولكن اليوم يعني وخاصة بعد الأزمات اللي شهدها العالم، وأيضا يعني خاصة الارتدادات اللي كانت في أزمة يعني الأزمة الأمنية بين روسيا وأوكرانيا، ولاحظنا أنه يعني الإمدادات توقفت نعم شبه تماما يعني في الآونة الأخيرة. أصبح يعني من الضروري اليوم أنه نذهب إلى يعني تشجيع وتطوير الزراعة في الجزائر. نعم سيد عبد الرحمن هادف، مستشار في التنمية الاقتصادية والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة، أهلا بك، كنت معنا من الجزائر، شكرا لك.